السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. تابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. متابعين الكرام، ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 17/2/2023 في الجولة 22 من الدوري الإسباني. اليوم جيرونا فازت على ألميريا 6-2، أحرز ده في جيرونا فالنتين كاستلانوس في الدقيقة 8، فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 34، رودريجو ريكيلمي في الدقيقة 36، هرنانديز كاريرا في الدقيقة 43، إيفان نونيز في الدقيقة 77، كريستيان ستواني في الدقيقة 79. هدفي الميري عن طريق لارجي رمضاني في الدقيقة 66 والبلال توري في الدقيقة 81. متابعين الكرام، خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإسباني وترتيب الهدافين. متصدر الدوري الإسباني المركز الأول نادي برشلونة ب56 نقطة، ريال مدريد المركز الثاني 48 نقطة، ريال سوسيداد المركز الثالث 42 نقطة، أتلتيكو مدريد المركز الرابع 28 نقطة، ريال بيتيس المركز الخامس 34 نقطة، رايو فايكانو المركز السادس 33 نقطة، أتلتيك بلباو المركز السابع 32 نقطة، فياريال المركز الثامن 31 نقطة، أسوسونا المركز التاسع 30 نقطة، ميوركا المركز العاشر 28 نقطة، جيرونا المركز 11 27 نقطة، إشبيليا المركز 12 24 نقطة، بلد الوليد المركز 13 24 نقطة، سيلتا فيجو المركز 14 23 نقطة، الميريا المركز 15 22 نقطة، قادش المركز 16 22 نقطة، إسبانيول المركز 17 21 نقطة، فالنسيا المركز 18 20 نقطة، قادش المركز 19 19 نقطة، إليتش المركز 20 والأخير 9 نقاط. متابعينا الكرام، بالنسبة لترتيب الهدافين، متصدر الهدافين روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة المركز الأول 14 هدف، المركز الثاني خوسيلو لاعب إسبانيول 11 هدف، وأبو إبراهيم كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، والمركز الثالث ألكسندر سورلوس لاعب ريال سوسيداد 9 أهداف، وورخا لاعب ريال بيتيس، وياغوس باس لاعب سيلتا فيجو، المركز الرابع ايهان ترابو لاعب اتلتيك بلباو 8 اهداف، وفيتات موريكي لاعب ميوركا، المركز الخامس الفارو موراتا لاعب اتلتيكو مدريد سجل 7 اهداف، وبرايس مينديز لاعب ريال سوسيداد، وانيس اونيل لاعب ختافي، ولويس افيلا لاعب اوساسونا، وفينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. متابعين الكرام، بالنسبه لصناع الاهداف، متصدر صناعه الاهداف ميكل ميرونو لاعب ريال سوسيداد المركز الاول صنع 7 اهداف، المركز الثاني انطوان جريزمان لاعب اتلتيكو مدريد صنع 6 أهداف، ولوكاس روبرتون لاعب الميريا، المركز الثالث عثمان ديمبلي لاعب برشلونة صنع 5 أهداف، وروبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة، ورودريجو لاعب ريال مدريد، وأليكس جارسيا لاعب جيرونا، وبريان هيرو لاعب اسبانيول. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.